السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد ناجي. ما يتنططش على الطبلية إلا الصحن الفاضي. يعني في ناس، أنت عارف لما يقول لك شبع من بعد جوع. النهاردة ابنك بيخش كلية هندسة، حياتك بتتغير 180 درجة. حتى لو دخلها بالفلوس، عشان يكتب كلمة جنبها سيادة المهندس أو ANG. الاكونت بتاع الفيس، يبقى المهندس راح، المهندس جه، مش مهم. حتى لو ما اتعلمش حاجه، حتى لو ما اعرفش يعمل تندا، بس لازم المهندس، ويبدا يغير سيستم حياته 180 درجه. وصاحب مهندسين بقى، هو ما ينفعش حد ويقاطع اصحابه حتى لو معاه ابتدائي، يخش كليه الطب يقاطع كل اصحابه اللي بداخل كليات متوسطه. بقى خلاص، ما هو دكتور عايز يعرف دكاتره، وممكن ما يفكرش اي حاجه، بس تغير النظره بقى الفوقيه. حد في عيله انهم يخش كليه حربيه او كليه شرطه، انتهى الموضوع، العيله كلها بتتغير. واي حد ليه علاقه بالظابط نظرته مع الناس تانية بتتغير. يعني اخت الظابط واخو الظابط وابن الظابط ومرات الظابط وحظ ظابط، نظرة فوقية. لا، ما اعرفش حد بقى خلاص، الا من رحم ربي. تتخطب تقاطع كل اصحابها، وكل ما يوكلك في التليفون تفضل تتكلم بايديها، خطيبي راح، خطيبي جاي، خطيبي مش عارف هيعمل ايه، وكانها مخطوبة لظافر عابدين. فكر، جيب تليفون جديد ايفون وتتنطط بيه على اصحابك اللي معاها سامسونج واللي معاها اي حاجه تانيه. ولما ربنا يكرمك تجيب بنطلون نظيف، تدوس باصحابك تقول لهم ده جبت بنطلون من زارا، يلا انزل وسط البلد نخربها. والامثله كتير، والامثله كتير. الواحد مش عايز يتكلم في حاجات، يعني هي مش مفهومة، أنا سايبها للقدر يعني. بس دايما دايما الشبع في العين، الشبع في العين مش في البطن والله. والجمال في الروح مش في الشكل. يا ريت يا ريت نقدر، ولما ربنا يدينا فرصة قادر إنه يسلبها منك، قادر ربنا يسلب منك الفرصة. وإحنا شفناها مع ناس كتير، محدش فينا ما شافش حاجة زي كده في حياته. قادر إنه يسلب منك الفرصة دي. وما تنططش، عشان لما تقع تلاقي اللي يسندك. لما تقع تلاقي اللي يسندك بكلمه، بتطيب، بكلمه كويسه. اوعى والغرور، اوعى. احنا شعب نتنفس العنصريه. مجرد بس انك جينا الفرصه، مجرد انك وصلت لحد بيركب عربيه، فانت لا خلاص لازم بقى يبقى اصحابك عمل عربيات. مجرد انت شغال في شركه كبيره، فلا اصحابك كلهم لازم يكونوا شغالين في شركات كبيره.